مساء الخير للجميع واهلا وسهلا فيكم، معكم ميشيل سعد معلق قناة رابطة الدوري الايطالي الرسمي على يوتيوب. بتشرف كون معكم بهذا الفيديو الخاص على صفحة اليوفنتوس لنحكي ولندردش عن احوال اليوفي والاصابات الموجودة بالفريق. 8 اصابات على الاقل يا جماعة موجودة حاليا بقائمة او تشكيلة السيد ماسيميليانو أليجري. بالدفاع بالوسط وبالهجوم عم تكون موجودة هاي الإصابات، وبتوقيت استثنائي وحساس جدا. اليوم اليوفي عنده استحقاق ببطولة الدوري بكل تأكيد، التأهل للشامبيونز ليج إن كان مركز رابع أو ثالث أو حتى ممكن أكثر ما حدا بيعرف. النقطة الثانية بكل تأكيد هي مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا ضد نادي فيورنتينا، بالإضافة لاستحقاق مهم بالشامبيونز ليج مباراة الإياب أو العودة ضد نادي فياريال بعد التعادل ذهابا بهدف لكل فريق. كيف ممكن ماسيميليانو أليجري يتعامل مع وضعية الإصابات؟ كلنا بنعرف أنه حاليا سوق الانتقالات مسكر، يعني ما في أي إمكانية لتتعاقد مع لاعب، تنتدب لاعب من دوري من فريق آخر، هذا الحل غير موجود. الجود بالموجود بالنسبة للسيد ماسيميليانو أليجري اللي عليه يعتمد على 3 حلول لمعالجة مشكلة الإصابات. الحل الأول بكل تأكيد لاعب على دكة البدلاء أو ممكن ما بيشارك كتير، ربما يكون هو الحل حاليا بالفترة الحالية. شفنا كتير لاعبين في بعض الأحيان ما بيكسبوا أو ما بياخدوا فرصة، بيجي لاعب بينصاب بيحصل هذا اللاعب على فرصة بيشارك كأساسي وممكن فعلا يثبت نفسه كلاعب مهم خلال الموسم. الحل الثاني بكل تأكيد فريق الشباب. اليوم أكاديمية يوفنتوس تعتبر واحدة من أفضل الأكاديميات على مستوى أوروبا، ربما في لاعب شاب أو اثنين يستحقوا فرصة ولو على الأقل كلاعبين بالسكواد أو لاعبين مثل بيقولوا بالقائمة وربما كخيار بديل. هذا الشيء ممكن يعطي بصراحة دفعة معنوية بالنسبة لفريق يوفنتوس، يعطي للسيد أليجري خيارات أكثر من ناحية عدد اللاعبين، من خيارات مختلفة على مستوى التكتيك اللعب. مرات اللاعب الشاب بيكون عنده شيء، بيكون عنده هالحماس هالرغبة لتقديم شيء للفريق ما بتكون موجودة عن لاعبين تانين، فهو بحاجة لهي الفرصة. ممكن هذا اللاعب يكون حل أيضا للمستقبل بالنسبة لليوفي. الحل الثالث اللي أنا بشوفه هو الحل الأبرز، الحل الأفضل، وهو الحل التكتيكي، الخيار التكتيكي. اليوم أنت كفريق لنفترض عندك مشاكل وغيابات في خط الدفاع، الحل الأفضل أنه ممكن أنت تعطي أدوار معينة مثلا للاعبي الدفاع أو حتى لاعبي الوسط لتقديم الدعم لخط الدفاع. هذا هو ربما يكون واحد من الحلول، أنه اليوم أنت تعطي أدوار معينة للاعبين جوا أرض الملعب ممكن تكون مختلفة شوي عن الأدوار اللي تعطيهم إياها لما بيكون الفريق مكتمل. فالحل التكتيكي مطلوب من ماسيميليانو أليجري بكل تأكيد بالنسبة لمعالجة مشكلة الإصابات. فثلاث حلول رئيسية، ربما إعطاء فرصة لبعض اللاعبين اللي كانوا موجودين على دكة الاحتياط، اليوم هذا واحد من الحلول المهمة. الحل الثاني ممكن يكون إعطاء لاعب شاب فرصة، تصعيد لعيبة من الفريق الشباب للفريق الأول، أو الخيار التكتيكي اللي هو ممكن يعتمد على الترقيع بالإضافة لأعطاء لاعبين معينين أدوار مختلفة نوعا ما لإعطاء التوازن بتشكيلة الفريق. ولكن خلينا نتفق على نقطة كتير مهمة، اليوم في لاعبين من الصعب تعويضهم. اليوم أنا بشوف غياب كليني كقائد كليدر مؤثر بكل تأكيد، يعني على مستوى صح كليني كبر ولكن لاعب خبرة، لاعب وجوده جوا غرفة الملابس على حتى على دكة الاحتياط بيعطي دفعة معنوية كتير كبيرة للفريق. بالإضافة لكيزا اللي غيابه طبعا لنهاية الموسم، لاعب مهاري جدا، لاعب مهم بتشكيلة يوفنتوس. والغياب الثالث المهم جدا حاليا نشوفه هو ديبالا اللاعب الأرجنتيني، إن كان من ناحية صناعة اللعب اللاعب بيصنع فرص كتير خطرة لزملائه، دائما خطير بتحركاته وكمان بتسجيله للأهداف. مرة تانية بشكركم على حسن المتابعة، شكرا لكم.